يبقى البيردي. وبعدين معه هذا من الاخر من الاخر شو بده؟ طيب في كثير لاعبين غيرك لازم اذكرهم في حلقاتي. ليش هذا اللاعب مصر اني اجيب سيرته وامدح واثني عليه بعد كل لقاء لريال مدريد؟ طيب بالغلط قدم مباراه سيئه يا رجل، ما بينفع هيك وقود متفجر لا يتوقف عن التوهج. طاقه رهيبه وحرف الملعب وابداع هجومي ودفاع يقل نظيره، نوعيه نادره جدا جدا من لاعبي هذا الزمان. انا ما عمري شفت لاعب بيقطع بطول الملعب وبعرض الملعب في نفس الوقت. اذا انطلق بالكره ما بيشوف خصم امامه، الكره لا تفارق قدمه، قدره عاليه على الاختراق وزعزع.